مساء الخير أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذا العرض. أنا راشد وأحب دائما أن أتحدث عن عمان الرقمية. جميلة صحيح؟ أنا أحب الأشياء الكلاسيكية. يا سلام، التقنية المتطورة شيء رائع وتجعلنا نتحرك أسرع. إلى المستوى التالي من الأداء. عمان الرقمية، رؤية لمستقبل أفضل. نبني مجتمع متطور مرتكز على المعرفة، حيث الحياة أبسط عما قبل. يمكن للجميع المشاركة في الابتكار، وبعد يمكنكم الثقة في الخدمات الإلكترونية، وكلنا بنستفيد منها بطرق متعددة. مرحبا في حفل توزيع جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لتشجيع الأفكار الرائدة والمبتكرة في المجال الرقمي. إننا فخورون بإنجازاتنا على المستوى الإقليمي والدولي. الإجادة، النجاح، التقدم. هنا تمنح الجوائز لأفضل الحلول الإلكترونية، أفضل محتوى إلكتروني، أفضل خدمة إلكترونية، أفضل اقتصاد إلكتروني، أفضل مشروع إلكتروني، أفضل مؤسسة متطورة إلكترونية. الليلة نحتفل بالفائزين، ولكن من الفائز؟